السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير أو مساء الخير على حسب الوقت اللي هتشوفين الفيديو. معاكم شريف من قناتكم الفاء تيتوريال. حلقة النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيها عن كيوبيس 13، إيه الإضافات الجديدة اللي فيه. هحاول في الحلقة دي أعرض لكم كل الإضافات نظرا لأنها فعلا كتيرة جدا، وأوعدك أن في آخر الحلقة هتلاقي جزء نادرا ما حد عرضه في اليوتيوب. بسم الله. لو جينا بصينا على واجهة البرنامج هنلاقي الرايت زون موجود زي ما هو، واللو زون موجود، والليفت زون موجود زي ما هو. ظهرت عندنا علامة جديدة الشانل فيو أو الشانل تاب. الشانل تاب زي ما احنا شايفين موجود فيها اوبشن كتير. ايه الاوبشن اللي موجود فيه؟ تعالوا نتعرف عليه. اول حاجة هلاقيها الافكت الموجود عندي، الهاي والميد هاي والميد لو واللو، وكمان موجود عندي الفيدر بتاع القناة، موجود عندي الكت اللو كت، موجود عندي الهاي كت، اوكي، وكمان موجود عندي البري جين. بمجرد ما ببعد ايدي بالماوس من عليها بتختفي. دي حاجة الحقيقة عجباني جدا. الحاجة التانية هنبص لها ان موجود عندنا الراوتينج، موجود عندنا الانسرت، موجود عندنا الاكيو، موجود عندنا السند، وممكن يكون في حاجات اكتر من كده كمان. ازاي نقدر نحدد الاقسام اللي تبقى موجودة هنا؟ في اي مكان هنقف وندوس رايت كليك ونيجي عند سيت اب سيكشن. هنقدر نكون هنا موجود عند الاكلايزر كيرف اهو موجود، ونقدر نخليه ونشيله. الراوتينج والبري والانسرت والكيو شانل ستريب والسند كيو كيرف ودايركت راوتينج بيكتشر ليتنسي، كل ده نقدر نخليه موجود وكل ده نقدر نشيله. ودي قائمة مصغرة من اللي هنقدر نشوفه في المكسر لما نوصل للمكسر. زي ما احنا شايفين نقدر نوسعها ونقدر نضيقها. موجود عندنا طبعا الفيدر بتاعها. حد يقول لي ايه فايدتها في البيجر؟ اقول لحضرتك فايدتها، اعتقد من وجهة نظري ان فايدتها للناس تحديدا اللي المونيتور بتاعها صغير، او الناس اللي بتستخدم لابتوب. يعني موجود عندي الاوبشن ده كله هنا في الليفت زوم بتاعنا. لو جينا عملنا رايت كليك عليها ونقول له سيت اب، نقدر نلاقي نفس الحاجات اللي نحطها هنا نحطها هنا. طب ايه الفايدة؟ ممكن ان انا اقدر اقسم. بمعنى لو انا جيت قلت له هنا شو قول عشان يظهر لي كل الادوات، هنلاقي ان في بعض الاحيان الشاشة مش بتكمل. يعني اللاب عندي الحمد لله شاشته كبيرة شوية، فقادر ان انا يظهر لي كل حاجة، ولكن في بعض اللابات اللي حجمها اصغر شوية مش هنقدر ان احنا نظهر كل الاشياء، فنقدر نكمل من هنا الى هنا. دي اول جزئية. تعالوا نروح للميكسر. مبدئيا شكل الميكسر بقى اشيك، اللون بتاعه بقى اقوى شوية. دي انا وجهة نظر الشخصية، ممكن تتفق معايا او تختلف، ده شيء يرجع لك. انا شايف الموضوع اشيك كتير من مكان. مبدئيا اول حاجة في الميكسر هنلاقي ان هنا في على اليمين فوق الترس اللي موجود. الترس ده بنقدر نحدد فيه اي حاجة احنا عايزين نقدر نشوفها في الميكسر. ممكن اظهر الرايت فيو الميتر، وطبعا ما هو موجود هنا اقدر اضيفه كمان للشانل فيو. الميترنج الليفت زون ممكن اخليه موجود وممكن اشيله. للشانل نيم، ودي ميزة انا شخصيا حاببها عشان لما اجي اشتغل على، وليكن عايز اشتغل على القناة دي عشان ما تلخبطش، انا شايف هنا الاسم تحت وفوق. دي حاجة عجبني. الاكولايزر كير زي ما شفناه في صفحة البداية هنلاقي ان هو كمان موجود هنا. بدوس عليه دوسة واحدة بيظهر لي الادوات بتاعتي، الهاي والميد هاي زي ما شرحنا، والميد لو واللو، وكمان ظهر لي عندي السكشن بتاع الكلين سكشن، ان انا اقدر ان انا اعمل اشيل اللو واشيل الهاي، نعمل قط يعني للو او للهاي، وكمان عندي البري جين، ومجرد ما ببعد ايدي بيختفي. ايه تاني؟ الراوتينج موجود عندي، الانسرت موجود عندي، السند ده اللي جاي بالبرنامج. تعالوا نشوف نقدر نعمل ايه تاني، نقدر نزود ايه تاني. ممكن احط بري جين كمان، ممكن احط الاكيو احطه مره كمان، احط الستريب، احط السند كيو، احط الدايركت راوتينج، احط الكيو، اي حاجه انا عايز اعملها اقدر اعملها. وزي ما احنا شايفين بتحصل في نفس الوقت اللي انا بحدد فيه، يعني نقدر نقول عليه في الريل تايم بتاعي.
هنلاقي في الجزء بتاع الشانل ستريب انا ظاهر لي الجيت وظاهر لي الكمبريسور والاكيو والتولز كل الاشياء بتاعتي او كل ادواتي. فلو جيت مثلا دوست على الجيت طلع لي الايكولايزر بتاع الجيت او طلع لي الكنوب بتاع الجيت اقدر ان انا اعدل فيه، وهكذا الكمبريسور ظهره لي، الايكيو طبعا موجود، التولز، وهكذا اقدر ان انا اعدل في كل حاجه. حاجه كمان موجوده عندي عشان اغير الاوبشن اللي موجود في البار اللي فوق، باجي في اي مكان وبدوس رايت كليك وبقدر اظهر واخفي اي حاجه انا محتاجها. ميزه من المميزات اللي انا شايفها عظيمه جدا من وجهه نظري، ازاي نقدر نحول القناه من مونو لستيريو، من استيريو لمونو. وفعلا هم حققوا ده وبضغطه زرار واحد. تعالوا مثلا نشوف الشانل ده معانا، اسمعوا. Blow like seasons, yes I love it. طبعا الشانل ده ستيريو، لو دوسنا عليه طلع الرسالة بيقول Do you really want to change the channel configuration؟ هقول له أوكي. بالتالي القناة تحولت لمونو. عايز ارجعها ستيريو تاني، اقدر طبعا ان انا اسلك على المربع ده بحيث ان ما يظهرليش الرسالة دي كل مرة، بس انا حابب اخليها موجود. Blow like seasons, yes I love it. حاجة من الحاجات المفيدة والمهمة من وجهة نظري برضو اللي انا شايفها موجودة في كيوبيز الكي اديتور. هفتح الكي اديتور خليه في الفول مود. انا مثلا الاول كنت عايز اسلك على الجزء ده، كنت بعمل كده وابتدي ادور هل في فوق نوتة ما فيش عشان ما فيش حاجة تروح مني. دلوقتي بوجود رينج سيليكشن تول بقى الموضوع اسهل كتير. ازاي؟ هسلك على رينج سيليكشن وهاجي على الجزء ده احدده، بالتالي هو حدد لي كل النوتات، حدد لي كل الجزء من فوق او تحت، بالتالي استحالة ان في نوتة تروح مني او ما اقدرش ان انا اسلك عليه. ميزة رابعة وبرضو هي في الكي اديتور، تعالوا نتطرق لها مع بعض لأن في ده دلوقتي. أنا كنت مثلا في الجزء ده عايز أروح بعد كده أعدل أو عايز أعمل إيديت في جزء تاني، بروح فاتح كده، بعد ما بخلص شغل بقفل وروح فاتح الجزء اللي بعديه. دلوقتي الموضوع ده بقى في طي النسيان. ليه بقى في طي النسيان؟ لأن أنا دلوقتي بقى عندي ميزة المالتي بارت إيديتور إنكي إيديتور. إزاي؟ لو خدنا بالنا هنلاقي العلامة الصغيرة دي زادت عندنا، بفتحها بيظهر لي كل الشانلات الميدي اللي أقدر إن أنا أضيف عليها. بص إيه اللي حصل قدامي دلوقتي، بقى قدامي كل الشانلز قدامي أقدر أضيف وأعدل فيهم زي ما أنا عايز. يعني مثلا تعال ناخد القناة دي هي اللي أنا عايز أظهرها بس، أروح معلم عليها ظهرت لي القناة دي وبس، أبتدي أشتغل عليها، ابتدي ازود، ابتدي اعدل، عايز اظهر معاها مثلا الليد هنا بقت موجوده قدامي، عايز اظهر بالليد 2، كل حاجه بقت موجوده قدامي. طيب انا ملاحظ ان هنا في 2 فوق بعض، طيب ازاي اقدر اميز بينهم؟ لما اجي اقف على القناه اللي يظهر لي هنا دي الشانل ده، يظهر هنا دي الشانل ده. ما اعتقدش ان انا بعد النهارده هشتغل بالطريقه القديمه خالص. ميزة كمان من المميزات اللي ظهرت عندنا في الإصدار 13، بالمناسبة الإصدار اللي معايا ده 13.0.20، في بلاجين كمان اتضاف وهو الفوكال اتشين. تعالوا نروح لقناة الفوكال بتاعتنا. هذا البلاج ده معانا، حقيقة البلاج ده تحفة، مش هتقدر تحتاج أي حاجة تانية من غيره، لأن فعلا بالبلاج ده هتقدر أن أنت تعدل كل حاجة في الصوت، كل حاجة في تراك الأوديو اللي عند حضرتك. مقسوم زي ما احنا شايفين لثلاث أقسام، قسم التنظيف أو الكلين، قسم الشابتر الشخصية، قسم التاني السن. تعالوا نبص القسم الكلين ونشغل التراك معانا عشان نبقى سامعين الفرق. تعالوا لو جينا للكات فلتر. Blow like seasons, yes I love it. Yeah, got my body needing wanting. Blow like seasons, yes I love it. Yeah,
Got my body needing wanting. ممكن كمان موجود في سايد شين. بعد كده في البيتش. Yeah. Got my body needing wanting. في عندنا كمان الكوريك. Yes, I love it. عندي ديون وفي الماد. عندي الدي اسر وان. الديناميك فلتر وان. والكمبريسور وان. Got my body needing wanting. Low like seasons, yes I love it. نيجي نقف شوية عند الكمبريسور. هنلاقي ان بقى فيه عندي موجود 4 كمبريسور مش واحد. الفوكس كوم والترانسبارنت والإكستريم والبلاك فالف. تعال نشوف كده نغير للترانس سبرينت. Got my body needing wanting. إكستريم. Low like seasons, yes I love it. Black Val. Got my body needing wanting. Low like seasons, yes I love it. Yeah. Got my body needing wanting. EQ when EQ الأولاني لو جينا بصينا في ال EQ هنلاقي استوديو البي 1 وده بلاك جديد موجود معانا في البرنامج والام 5 وده برضو بلاك تاني جديد موجود معانا في البرنامج. نيجي بعد كده نبص في الباراجراف اللي بعديه الكاركتر هنلاقي الاكسايتر low like seasons yes I love it yeah got my body needing موجود عندي في situation yes I love it tab YouTube distortion compressor 2 dynamic 2 low like seasons yes I love it the SR yeah got my body needing wanting low like seasons yes I love it yeah got my body needing wanting منكبر مساحة الغناء يبقى عامل ازاي low like seasons yes I love it yeah got my body needing wanting delay low like seasons yes I love it yeah وكمان اقدر اعمل سن من الديلي للريفر low like seasons yes I love it yeah got my body needing wanting low like seasons yes I love it yeah got my body فعلا لو جربت البلاك ده مش هتحتاجه لأي حاجة تانية على أي تراك هنا عندنا. أي تاني موجود عندنا ممكن يكون مفيد لحضرتك؟ لو افتكرنا هنلاقي إن في الفيرجن 12 كان هنا الترس ده موجود وكان فيه ترس تاني تحت عشان نقدر عن طريقهم نحدد الأدوات اللي هنستخدمها أو موجودة عندنا في البار اللي فوق. في أي مكان في البار اللي فوق بدوس رايت كليك وبتظهر لي كل الأدوات اللي أقدر أضيفها أو أشيلها. نفس الكلام تحت. تعالوا كمان نشوف حاجة من الحاجات الجديدة اللي اتضافت هنا التاب موجود عندي تحت في البار اللي تحت. التاب ده فايدته إيه؟ لو أنا جيت مثلا في جزء زي هنا كده مطرح منا ودوس عشان أحدد له التيمبو بتاع المقطع. بص الدنيا بقت عاملة ازاي حرالي ان انا 121 فانا هرجعه ال100 موجود تاني عندنا موجود عندي الكورد باد تعالوا نفتح اللور زون ونختار الكورد باد لو خدنا بالنا الكورد باد شكله اتغير شوية مبقاش فيه الأوبشن اللي كان على الشمال هنا عدد البيدات نفسها زادت وعلى فكرة نقدر نزودها عن كده كمان يعني هي دلوقتي مختارين ان هي تكون 16 ده الديفولت بتاع البرنامج نقدر نخليها أكتر من 16 أو أقل من 16 النوتة اللي تبتدي منها فين الطريقة بتاعته هل هي كيبورد ولا جرايد بعد كده في الكورد سامبل البريمري تايب يعني أول حاجة نقدر نشوفها أنا بصراحة فاتح 2 أول واحدة هو
أسماء النغمات الـ A, B, C والرومان نمبرز، حيث أن يقدر يقولك أنا دلوقتي في سلم C, D, S. تعال مثلا كمان في أوبشن موجود، تعال نخلي ده في سلم C. حلو، بقت الدرجة الأولى عندي C، الدي ماينر دي الدرجة الثانية، الجي دي الخامسة، وهكذا. فبيوضح لي الأمور لو أنت ما عندكش فكرة عن نظرية الموسيقى أو عن الهرم، هيسهل علينا كتير. وإن شاء الله هنبقى نعمل حلقة لكل حاجة من الحاجات دي منفصلة، إحنا دلوقتي بنعمل بشكل سريع وبحاول إن أنا ما أطولش مدة الفيديو على حضرتك. ظهر عندنا بعض اللوب والسامبل الجداد، حضرتك لما تدخل على البرنامج هتلاقيهم موجودين عندك. تمام، تعالوا نتكلم عن الستارت مود. دايما معظمنا بيحب وهو ما يجي يقف في البروجكت اللي هو شغال فيه يرجع من نقطة البداية تاني، أو أنا واحد من الناس اللي بيحبه كده، ممكن تكون حضرتك ما بتحبش الطريقة دي. كنا الأول بنروح في الإيديت ريفرنس ونروح جايبين الترانسبورت، كان بنلاقي الأوبشن ده موجود هنا، الستارت مود كان بيكون موجود هنا، عليها موجودة عندي دلوقتي في الترانسبورت. هاجي أدوس على الترانسبورت وأختار ستارت مود، في Return to Start Position on Stop، هسلك عليها وهلاقي كمان إن موجود عندي Start from Project Cursor Position، يعني أبتدي من مكان وقوف الكورسر بتاعي. تعالوا نسمع كده. بمجرد ما بقف يرجع تاني. تعالوا نشوف إيه كمان معانا. Start from Cycle Start، لو اخترتها هيبتدي لي من بداية السايكل بتاعي. ايه كمان موجود؟ Start from selection start، اسلك عليها. لو انا جيت اخترت الجزء ده ورحت رئيس play، اشتغل منين؟ اشتغل من المكان اللي انا بسلك عليه. عندي اوبشن ايه كمان؟ عندي اوبشن، اخر اوبشن هو start from selection or cycle start. لو اخترت ده انا دلوقتي مش مسلك على حاجة في البروجكت، هيبتدي من بداية البروجكت خالص. لكن اذا اخترت من هنا مثلا هيجي يشتغل من هنا. اعتقد كده الامور بقت اوضح كتير. موجود عندي ايه تاني؟ موجود عندي ايكونيكا سكتش، دي ايكونيكا سكتش، دي حرفيا اوركسترا كاملة وخفيفة جدا في استخدامها على الجهاز بتاعي، وان شاء الله هبقى اعمل فيديو مخصوص عن ايكونيكا سكتش. ايه كمان موجود معانا نقدر ان احنا نستفيد بيه؟ الوعد اللي انا وعدته لحضراتكم، الحاجة اللي ناس كتيرة ما تكلموش عليها هنلاقيها موجودة في تراكات الاوديو. تعالوا نعمل Add Track وهنختار اوديو تراك. الاوديو انبوت بتاعه، هختار الاوديو انبوت. دلوقتي بقى عندنا نقدر ان احنا نعمل الانبوت بتاعنا من الهاردوير او من الباس من الاستريوين. تعالوا انا هنا عامل تراك جروف ايجنت، تعالوا نشوف هل هنقدر نسجل الجروف ايجنت ده ولا لا بدل ما اخده ميدي. تمام، ازاي اقدر اعمل ده؟ تعالوا نقول مثلا احنا هنا عملنا تراك اوديو، الراوتينج بتاع التراك الاوديو ده انا هنا واخده على الجروف ايجنت، عايز اسجل الجروف ايجنت. اقدر اخده من الهيليون، اقدر اخده من اي تراك انسترومنت، اقدر اخده من جروب تراك، اقدر اخده من الاستيريو ان، اقدر اخده من مثلا الراك انسترومنت، اقدر اخده من اي مكان اقدر اديله صوت فيه. تعالوا نجرب فعلا ده حقيقه ولا لا. هنفتح الاله ونيجي هنا على تراك الاوديو ونديله اوردر ريكورد. تعالوا
نسمع اللي احنا عملنا. يا رب تكون الحلقة مفيدة بالنسبة لحضرتك. قبل ما في حلقتي معاكو، الحاجة الوحيدة اللي أنا شايفها مش كويسة في التحديث ده كيوبيز، أنا عندي مشكلة في الجرافيك، في مشكلة بتحصل في الجرافيك أثناء وأنا شغال، ما أعرفش هل ده عندي لوحدي ولا عند ناس كتيرة من حضراتكم. يا ريت ترد عليا في التعليقات. كده أكون خلصت حلقة النهاردة. يا رب تكون الحلقة عجبتكم. لو عجبتك الحلقة ما تبخلش عليها بلايك وشير الفيديو مع أكبر عدد من صحابك عشان الفايدة تعم علينا جميعا. وفي الختام، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. Bring it, bring it.